سنوات مالنا موجوده الاوردرات هاي معداتكم هاي جاماز هذيك فولفو لا لا حتى هنا بالوادي من هنا كل شكو كل شكو اسمعكم كل شكو هاي الارض مديوسه مو قاسم نشوف بس الوادي ها وين نروح لا قصدي من هنا عاد هاي صعبه انا تسمعني هذا الانابيب هاي الترينة مالتكم هاي الانابيب هاي دريكتر زيارتنا للسيد القائد الفريق الركن قاسم نزال القائد المشهور بصولات وجولات وتحرير أحياء ومدن ووحدات إدارية بدوري أنا محافظ نينوى وباسم أهالي محافظة نينوى نثمن التضحيات التي قدمت من جنوده وضباطه البواسل راقوا وسقوا أراضي محافظة نينوى بدماء هذه الشهداء وأدعو الله الباري العلي القدير أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وشفاء العاجل للجرحى ابتداء بعد العمليات بعد تحرير أي منطقة يكون المرحلة الثانية هو دور الحكومة المحلية لإعادة أولا البنى التحتية ابتداء من مشاريع الماء وكذلك الكهرباء رفع الأنقاض والمخلفات تصليح شبكات الكهرباء تصليح المستشفيات وحسب الأولويات ومن ثم المجاري وشبكات المياه وهذا ما حصل في الجانب الأيسر بإمكان ملاحظة ما حصل من إعادة البنى التحتية ومرحلة عودة النازحين والاستقرار خلال فترة قياسية مقارنة بالمحافظات التي كانت محتلة من قبل داعش وتحرير هذه المناطق بفترة وجيزة حاليا جهد محافظة نينوى وانتقل إلى الجانب الأيمن وابتداء بدأ بعمليات تأهيل مشاريع المياه وكذلك حملات رفع الأنقاض والمخلفات تصليح الجسور وكذلك شبكات الكهرباء المديريات العامة للكهرباء مجتمعة سوف تبدأ من سيطرة العقرب ودخولا إلى مدينة الموصل والأحياء بالتتابع فريق واحد لغرض تصليح الأعمدة المتكسرة وكذلك الأسلاك المقطوعة والمحولات المعطوبة ومن ثم الجهد المتميز لبلديات محافظة نينوى وبلدية محافظة نينوى ودائرة الماء ودائرة المجاري ودائرة الكهرباء علما أنه موظفي دائرة الكهرباء كانوا لدينا 6 شهداء 2 بطلقات قناصين والأربعة الباقين بصعقات كهربائية ذول أيضا من المضحين والمقاتلين لإعادة التيار الكهربائي في الساحل الأيسر العمل مستمر إن شاء الله خلال فترة قياسية سوف يتم إعادة تأهيل مشاريع المياه وكذلك كل مستلزمات الحياة وعودة النازحين إلى دورهم لتهيئة أجواء الاستقرار